أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بكل من التحق بنا اللحظة، وأرحب أيضا بأسماء حضراتكم بضيفتي هنا في الاستوديو التلميذة منى قوادرية الفائزة بالمرتبة الثانية للمسابقة الدولية للحساب الذهني. أهلا بك منى. شكرا لهذه الاستضافة الطيبة. شكرا لك على تلبية الدعوة، والدعوة وتلبيتك للدعوة كانت مرفوقة بهذه الشهادات والجوائز التي تم تحقيقها في مختلف المسابقات التي دخلتها وتحققت فيها نتائج طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. نبدأ ربما من مسارك مع هذا الحساب الذهني، هذا النشاط، ربما متى بدأتي؟ لماذا اخترت الحساب الذهني؟ وما الذي ما هي الآفاق اللي افتحها هذا النشاط لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 7 أشهر من اللي بديت نقرأ في الحساب الذهني. أول مسابقة شاركتها كانت البطولة الولائية لولاية المسيلة، والبطولة العالمية كانت في 18 جويلية، كانت مع وفاة أبي. شغل كانت أوقات صعبة، إلا أنني تمكنت من الحصول على المرتبة الثانية. الحساب الذهني أنا من قبل نحب مادة الرياضيات، لهذا التحقت بمركز جيل العباقرة للحساب الذهني. يمكننا الالتحاق، رب خلينا نروح خطوة بخطوة، يعني الالتحاق بهذا المركز، كيف يتم عملية تقييم مستواك؟ هل يتم تلقين ربما كيفية العد والحساب بآلة الصربان إلى غيرها؟ وما هي المراحل يعني اللي تمروا عليها في عملية التدريب؟ في الحساب الذهني كاين عدة كتب، 9 كتب. كتاب نبدأ بالكتاب الأخضر، من سنة 10 سنوات إلى 16 سنة نبدأ بالكتاب الأزرق. الآن أنا في الكتاب الأصفر، بقي لي 5 كتب للوصول إلى الكتاب الرمادي والأخير. كل كتاب نفوت بمرحلة جديدة وعمليات حسابية جديدة. يعني كل كتاب يحتوي على سلاسل من العمليات الحسابية، يعني ما هي الكتب؟ ربما اللي نتعرفوا عن هذه الكتب، ما هو محتواها يعني؟ الكتاب الأخضر لأطفال 5 سنوات، يتعلمون الأرقام، أكبر وأصغر عمليات. والكتاب الأحمر كذلك، عمليات حسابية بلا قواعد. الكتاب الأزرق نبدأ بالقواعد، +4 +3 +2 +1. ومن بعد الكتاب الأصفر كذلك قواعد. ولا كتاب الأزرق عمليات عشرات وحدات وأحد. وفي الكتاب الأصفر نبدأ بالمئات على المعداد لاباكس. وفي الكتاب البنفسجي بلا قواعد، نقرأ عمليات المئات خيال. وكل مرة نطوروا عملية ضرب. كان كتاب بنفسجي، كتاب أورانج، ومن بعدش نطلع. طيب، أول مسابقة متى كانت؟ يعني بعد فترة قصيرة من دخولك. بعد ثلاثة أشهر. المرتبة التي تم تحقيقها، المرتبة الأولى. طيب، هذه الشهادات الآن نخليوك مع المخرج، وكلمينا عن كل شهادة وكل وسام وكل جائزة تحصلت عليها، وأين كانت المشاركات؟ تفضل. هذا كان في البطولة العالمية المرتبة الثانية، وهذا البطولة الولائية لولاية المسيلة المرتبة الأولى. وسام تم تكريمي في بيتي من نائب مجلس الشعب الوطني. والشهادة التي برفقتك كانت من والي ولاية المسيلة. والميداليات كذلك من يعني تلك جائزة المرتبة الثانية عالمية. هذه شهادة من معليش رفعي الشهادات منى، رفعي الشهادات خلي باش نشوفوهم في الكاميرا. وهذه شهادتي بالقرآن ومستويات. سنتحدث عن أيضا حفظك للقرآن الكريم. نتحدث الآن عن تحضيرك لهذه المسابقة، المسابقة الدولية، يعني بدأتي بالمسابقة الولائية بعدين تنقلت إلى مستوى آخر، يعني حتى نتحدث عن تحضير كيف كان لولوج هذه المسابقة العالمية. يعني المستوى الأول كان بالمسابقة الولائية، بعدين المستوى الثاني كان بالبطولة العالمية، شهر كامل وإحنا نحضروا لها.
أثناء كيف تكون التحضير؟ وسنتحدث عن وفاة الوالد لأن هذه القصة أثرت في كل من تابعها. خلال شهر هل كان كافي هذا الشهر أنك تتحضري وأنك تفوزي بهذه المرتبة؟ نعم. أم أنه إصرارك اللي خلاك ربما تحرقي المراحل؟ أكيد إصراري. كنا نحضروا على يد الأستاذ الفاضل الأخضر زكريا، كنت نحضر في البيت كذلك. تحضير مكثف؟ مكثف كل يعني يوم، يعني الساعات التي تحضرين فيها؟ ساعتين في المركز وساعة في البيت يوميا نقرأ. طيب، جاءت وفاة الوالد رحمه الله، نعزيكم ونعزي العائلة باسم التلفزيون الجزائري وباسمنا جميعا. كيف أثرت فيك وفاة الوالد؟ ربما فتاة في مثل عمرك، أنت في مقتبل العمر، تحتاج إلى الوالد، ربما كانت قد تتحطم وتعزف عن فكرة ربما المشاركة، لكنك شاركتي وحققتي هذا المركز، يعني كيف تعاملتي مع ذلك الظرف العصيب؟ كنت مصرة جدا للحصول على مرتبة، أعلى مرتبة، وذلك لإفراح أهلي وإهدائهم هذا الفوز وإهدائه لروح أبي. كان أبي كان مصر أني نفوز بالبطولة وكان حاب يحضر، لكن للأسف حضر بالبطولة الولائية فقط، البطولة العالمية لا. الحمد لله، يعني هذه الجائزة هي هدية لروح الوالد الذي نمك على حفظ القرآن الكريم. نتحدث عن أيضا حفظ القرآن الكريم، مسارك في هذه، أنت تلقيت شهادة في الحفظ، الآن كم تحفظ منى؟ ما هو الهدف المستقبلي المستطر ربما مع القرآن الكريم؟ أنا حافظة 15 حزب بالمراكز القرآنية، وثلاث أحزاب من سورة البقرة حفظتها في البيت، ونصف سورة الكهف ثاني بالبيت. هدفي أني نختم القرآن في أقرب وقت إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب منى، نتحدث الآن عن الحساب الذهني، وعن منى قبل الحساب الذهني ومنى بعد الحساب الذهني، يعني بعد تعلم الحساب. تحدث عن قدراتك العقلية، ربما نتحدث من ناحية التركيز، يعني ما الذي أضافه إليك هذا النشاط، هذه المستويات وهذه المراحل وهذه الكتب التي ربما أتممتها تباعا؟ الفوز أولا كان تحفيز لي باه نزيد نواصل أكثر. الحساب الذهني ساعدني في التركيز، سرعة الحفظ، تنشيط فصائل الدماغ، والسرعة كذلك في الكتابة، ثقة بالنفس كانت أكثر شيء ساعدني فيه، رياضيات كذلك، وليت تحفزت بزاف أني نكون ناجحة في أمور أخرى إن شاء الله. بالنسبة للمسار الدراسي، يعني علاقة هذا النشاط بالمسار الدراسي، يعني أنت تحدثتي عن أنه يسهل الحفظ وأنه يسهل التركيز، يعني وهذا ما يتطلب أي تلميذ ويحتاج أي تلميذ في مساره الدراسي. بالنسبة للنتائج الدراسية، هل تحسنت؟ ربما تحضيرك للدخول هذا المدرسي كيف سيكون، على ضوء أنه نقول أنه لديك اليوم قدرات متطورة، يعني أصبحت اليوم أكثر تركيز، أكثر هدفك في الدراسة الآن ما هو؟ إن شاء الله نكون طبيبة في المستقبل إن شاء الله. الآن اخترت شعبة رياضيات لأني أحب الرياضيات كثيرا، أكيد ستساعدني الحساب الذهني لأني سأتحفز كثيرا لوصولي إلى مراتب أخرى إن شاء الله. طيب، نتحدث ربما عن هذا الدخول المدرسي، نتحدث عن عودة التلاميذ وعودتكم إلى مقاعد الدراسة. الآن سيتم تدريس بنظام تفويج، يعني التلميذ راح يكون عنده بعض الوقت يعني في اليوم أكثر من نظام سابق ربما قبل جائحة كورونا. نصيحتك لزملائك التلاميذ في استغلال الوقت من أجل ربما الاستثمار في قدراتهم الذهنية، من أجل ربما يعني أنه يدمنوا على حاجة فيها الفائدة وليس فقط إهدار الوقت في أمور ما عندهاش ربما فوائد. لما نشوف هذه طاولة التلفزيون الآن يعني مرصعة بهذه الجوائز التي قدمتها أو تحصلت عليها منى، ربما رسالتك لزملائك؟ أولا لازم نكون نحب القراية بزاف. الوقت هو سلاح، لازم ننظم وقتنا مليح. عندي أنا نقص ربما السبت 3 ساعات منظمة وقتي مع القرآن مع الدراسة.
ونظام التفويج ساعدني كثيرا في دراستي في البيت. يعني أصبح لديك وقت وتقدري تنظمي فيه نعم. وقتك للأعمال الأخرى. أصبح لي وقت كافي لإنجاز أي أعمال مفيدة، قراءة كتب، مطالعة، أشياء مفيدة جدا في نظام التفويج. طيب بالنسبة الآن إلى الهدف المستقبلي في هذه في هذا النشاط، المركز الثاني، ستدخلين مسابقة أخرى، ستواصلين ربما حرق المراحل والوصول إلى مراتب أخرى؟ نعم أكيد. قريبا سندير بطولة الشطرنج ومكعب روبيك، وفي ديسمبر بطولة عربية ستقام أيضا في ديسمبر. كيف يتم التحضير لها؟ يعني هذه الشطرنج يعني تحضيرها بطريقة خاصة تبتعد عن قليلا عن الحساب الذهني، يعني كيف تتم عملية التحضير لها؟ احنا دوكا في الكتاب الأصفر نقرأ في الشطرنج، مركزين الشطرنج. طيب نتمنى لك التوفيق منى قوادري، انت الفائزة بالمركز الثاني بالبطولة العالمية للحساب الذهني. نتمنى لك التوفيق في مسارك الدراسي وحتى في مسار حفظ القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، الآن نمر مرة ثانية إلى غرفة الأخبار وموجز العاشرة.